ضيف الماتينال. ضيفي اليوم في برنامج يوم سعيد، ربما لأول مرة في برنامج يوم سعيد، الصديق الفنان الرقيق خميس البحري من عيون الكلام. خميس مرحبا بك. أهلا وسهلا حبيب، مرحبا وشكرا على الاستضافة. مرحبا أول بيك. مرة في الحصة ولكن مش أول مرة في استوديو. إيه بالطبيعة، عشرات المرات. أنت ولد الإذاعة، ولد إذاعة المستير كذلك. بالفعل هو دخلت لإذاعة المستير قبل إذاعة تونس، وقت اللي حنا في جابس في الثمانينات. أي. وقت اللي كان ثم منشط شاب في الوقت هذاك في إذاعة المستير اسمه حبيب جغام. يا حسرة يا حسرة. خميس مرحبا بك. عاداتك اليومية تقوم بكري الصباح ولا حسب الظروف؟ لا، في قديمة مع السبعة. أي يعني مع السبعة يوميا تقريبا، مش مخر. اي لا باهي اي في عمرنا هذا تسمى مخ. وقتاش ترقد؟ يعني تمشي لفرشك في الليل تسهر شويه؟ كان نسى، كان سرت ل 11. اي اذا كان سرت برشا. نعم، بين 9 و 11 هذاك الوقت نتاع النوم. نعم. أي. مرحبا بك خميس البحري. الله يخليك، عيشك. بطبيعة أجيال وبرشا مستمعين وجماهير تبعتكم في البحث الموسيقي في جابس، وكذلك في عيون الكلام، أنت وزملائك اللي رفقتهم معناها عشرات السنين، وكونتوا قاعدة جماهيرية تحب النوعية متاع الغناء متاعكم اللي فيها مضامين. غنيتوا للعمال، للفلاحين، للبؤساء، للفقراء، وغنيتوا حتى للأغنياء. هو نغنوا لكل ما هو إنساني، مش ما نغنوش للفقر. أي. أكيد صحيح، لكن نغنوا لكل ما هو إنساني، للقيم الحرية وللقيم ونشكر وتحية كبيرة للرفاقي وأصدقائي، وخاصة أمال الحمروني اللي عندها مدة وغايب علينا. نعم. لظروف صحية إن شاء الله تكون بخير. بقيت أفراد المجموعة بالفعل وقت اللي نشوف يعني اللي اليوم الشباب والصغار متعلقين بالأغنية اللي سميناها الأغنية الملتزمة، ومتعلقين بالشيخ إمام ونوادي شيخ إمام، نقولوا نجحنا في أداء دورنا، ربما وصلنا الأغنية كما يلزم ووصلنا الفكرة كما يلزم وأثرنا. ما دام ذكرت الشيخ إمام، هو معك العود. بالطبيعة، وما فماش مناسبة تتعدى ما نغنوش للشيخ إمام. نعم. علما وأن في جوان ذكرى رحيل الشيخ إمام. صحيح. علينا في جوان 95. نعم. كما منذ أيام قليلة ذكرت زين الصافي. زين الصافي أيضا حمدي العشيمي هو بيدا زاد في جوان 95 نفس السنة. هو نعم. الشيخ إمام يعني. نعم. حمدي العشيمي زاد. نعم. فارقنا الله يرحمه. إلى آخره، الهادي قلة. أي. بالقاسم اليعقوبي. ما ننسوهمش. ما ننسوهمش أكيد. نعم. عيون الكلام للشيخ إمام. بحر الغمام ويمدد على الدنيا موج الظلام، ومات البصر في العيون والبصائر، وغاب الطريق في الخطوط والدوائر، ومات البصر في العيون والبصائر، وغاب الطريق في الخطوط والدوائر. يا ساير يا داير يا ابو المفهوميه، مفيش لك دليل غير عيون الكلام. مر الكلام زي الحسام بقطع مكان ما يمر، أما المديح سهل ومريح يخدع لكن بيضر،
مر الكلام زي الحسام يقطع مكان ما يمر. أما المديح سهل ومريح يخدع لكن بيضر. الكلمة دين من غير ايدين بس الوفاء عالحر. الكلمة دين من غير ايدين بس الوفاء عالحر. الله الله، شفت قديش كلام الشعراء بليغ ويوصل الى القلب، يعبر على برشا احاسيس ويعبر على برشا قيم ثقافية وفنية وسياسية. هو يا ريت أن الأغنية تأخذ هذا المسار. نعم، وفما ناس في مسارات أخرى. هيك علاش قلت يا ريت تأخذ هذا المسار؟ ربي يعينهم. بالطبيعة هو كل حد وقناعاته، ولكن للأسف الثقافة المفروض أنها دورها هي تهذيب الذوق وتسوي والارتقاء بالفكر وإلى غير ذلك. صحيح. تو برشا في رق يعني عشنا معها، فرقة الكرامة، عشاق الوطن، البحث الموسيقي، الحمائم البيض، الهادي قلة كما كنت تذكر، خميس، زين الصافي، حمادي العجيمي، توفيق المستاوي، الهادي قلة، أولاد المناجم، ومرسل خليفة وشيخ إمام وعزة بلبع وناس الغوان وجيل جلالة وفرقة العاشقين الفلسطينية. نقصوا الأنشطة، نقصت انت. فما فرق اندثرت يبدو لي. هو فما فرق معاش موجود عاش تنشط، لأن يعني كما مثلا الحمام البيض، الأصدقاء الأفراد نتاعها في حالة صحية، زكريا عمار، صالح ميدات مازال موجود، فما في حالة صحية ربما مع شوية العمر ما عادش تسمح لهم باش يكونوا على الركح. العزيمة موجودة لآخر لحظات، هم موجودين، والنفس يجب يكون موجود، والنفس عند الناس الكل موجود، ما ثماش اللي تخلى او بعد كاكا و... انت خميس البحر السنوات واللهوه بالعائله واولادك وخدمتك وكذا، ما زلت متشبث بالعود وبالموسيقى العود ما فارقنيش من الثمانينات. كنت بالناي، كان اتذكر البحث الموسيقي ثم في عيون الكلام بالعود. النشاط اقل شوي، ما نكذبش عليك، مش كما قبل أقل شوي، ولكن ما زال فما شوي نفس. نعم، بناتك مغرومين كذلك، ما شاء الله عليهم. أي في الفن، ما نقولش في الموسيقى، هم في الموسيقى ما حبوهاش برشا، وصلوا حتى للدبلوم وتخلوا. ولكن وميمة في كل ما هو تعبير جسدي، الرقص والمسرح، نسرين في كل ما هو بين ظفرين الديزاين. انت يا خميس في دارك، انا حتى زوجتي اللي نحييها مسرحية، يعني تدرس وتمسح للدار المسرح. وشفت الجو معناه العائلي رائع بالحق، يعني اي مرحبا بك في كل وقت. وبالفعل عايشين في جو أثر فيه الفن أي. والالتزام بنسبة كبيرة برشا. تروح القابس من حين إلى آخر. أي مش برشا برشا مش. من اللي فارقتنا الوالدة عندها تو تقريبا سنة، أي قلت شوية الله يرحمها المشي والجاي، ينقص شوية. كان اسمها الوالدة يامنة الله يرحمها، يامنة. نختم بالفعل نعرف اللقاء ما هوش طويل برشا، يوم سعيد فقط كتحية. سنختم بغناية صغيرة قصيرة لطيب وعلاق، حكي فيها في 15 عام عمرها تقريبا، على أطفال الحجارة وكيفش يتمنوا أن الحجرة تصبح رصاص. وأنا نعم. اليوم وهنا عايشينها اليوم. صحيح. فطار الحجر من كفي ورمي الحجارة مراس، وأنا صغير مخفي بالشاش وجهه راس، جنبي ولد من صفي أسمر قمح ونصفي، قال لي الوطن ما يكفي يحنا يا هالقناص، صاح الحجر يا ريتني كنت رصاص. خميس البحري مصحوبا بآلة العود في برنامج يوم سعيد. طار الحجر من كفي ورمي الحجارة مراس، وأنا صغير مخفي بالشاش وجهه راس، جنبي ولد من صفي
أسمر جمح ومصفي جل الوطن ما يكفي يا احنا يا هالقناص صاح الحجر صاح الحجر صاح الحجر صاح الحجر يا ريتني يا ريتني يا ريت كنت رصاص يا ريتني يا ريتني يا ريت كنت رصاص. شكرا لخميس البحري. شكرا حبيب. أسعدتني هذا الصباح في حضور من خلال حضورك في البرنامج وإن شاء الله تتلوها لقاءات أخرى في كل وقت. نعم في كل وقت. شكرا يومك حبيب. سعيد خميس. يومك سعيد حبيب. يا عيني روح العين.